حبايبي أنا بتكلم عن أهل هذه الدولة العظيمة. أول شيء نسأل الله سبحانه الله يحفظ السلطان قابوس وأن يحفظ أهل عمان ويديم عليهم الأمن والأمان يا رب العالمين. شعب جميل مسالم طيب خلقا وأدبا وجميع الصفات ما شاء الله تبارك الله متواجدة عندهم. لما تكون عندهم هذه الطبيعة الخلابة هذه الطبيعة الجميلة فمن حقنا كمواطنين خليجيين ندعم السياحة عندهم. يعني لما أشوف سايح خليجي عندنا في أبها أو الباحة أو الطائف أنا أفرح، فأهل عمان لهم علينا حق، يستاهلون نجي عندهم ندعم السياحة نصور لهم نغطي لهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن آمين. الله يحفظكم حكومة والشعب اليوم. آمين إن شاء الله، والله يحفظكم يحفظ خليجنا جميعا إن شاء الله في أمن وأمان ورخاء بإذن الله تعالى.